نعتمد على أليكس بريس العاصمة. شكرا الزميل شرو. الموقع اسمه المدينة 24، المقر ديال المؤسسة الناشرة له بمدينة بريبلا. أعتقد أن الكثير مما كان يعني مهيئ له أن أطرحه أو أتطارحه مع الإخوان جاء في يعني متفرق في المداخلاتين ديال يعني من سبقني الأستاذ الكريم والأستاذ الحراق، إلا أن بعض الملاحظات التي لا بد من الإدلاء بها، وهي ملاحظات عامة تتعلق بهذا القانون اللي نحن بصدد مدارسته. أعتقد أن إغفال السياق العام لإصدار هذه القوانين سيكون مجحف، فأننا نعطي كل ذي حق حقه. احنا سنعرفوا أن هذه القوانين جاءت بعد دستور 2011، واللي اختلفنا حولها أو اتفقنا حولها يعني يكاد يجمع الأغلب ديال الفرقاء السياسيين في البلاد على أنه كان واحد طفرة إلى الأمام. أنا في نظري أن ما وقع بعد دستور 2011 في القوانين المنظمة كانت تراجعات كبيرة جدا، ولا أدل عليها القانون أو المدونة ديال الصحافة والنشر، وسيدل عليها بشكل أكبر بعد أيام أو بعد أسابيع القانون ديال الحق في الحصول على المعلومات الذي الآن صادق عليه في البرلمان وفي المستشارين وينتظر الصدور ديالو في الجريدة الرسمية، واللي هو يتناقض مع روح الدستور كما تناقض في الكثير من المحطات القانون ديال الصحافة أو مدونة الصحافة والنشر مع المادة 28 من الدستور. المادة 27 من الدستور ديال المملكة مثلا اللي تتعطينا الحق في الحصول على المعلومة، أن المواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. فاش غادي يمشيوا لهذاك المشروع غادي يلقاو كوارث، أن الاستثناء اتسعت بواحد الشكل غريب جدا، كما في المدونة ديال الصحافة والنشر الأصل اللي دستوري في المادة 28 اللي تتكلم على حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقيدها بأي شكل من الأشكال الرقابة الفعلية أو القبلية عفوا، وللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية من غير قيد عدا ما ينص عليه القانون بصراحة. هذه العبارة ديال عدا ما ينص عليه القانون بصراحة نجد أنه تعدى وتجاوز ما سبق، بل يكاد يتسخو في كثير من المحطات، وما عندناش الفرصة باش أننا نستعرضه. الأستاذ استعرض تفسير القانون، ولكن ما عندناش الفرصة نستعرضه التناقضات داخل نفس القانون. وهنا أعود إلى السياق الذي تكلمت عنه قبلا، وهو السياق الذي وضعت فيه هذه القوانين المنظمة. إذا كان الأستاذ الحراق وأختلف معه هنا يسمح لي، أنه أعطانا واحد المعلومة ديال الفريق ديال العدالة والتنمية، واحد العدد منهم كبير أكد أن هذا القانون مجحف. من صادق على هذا القانون؟ الأغلبية الحكومية هي اللي مرات هذا القانون، والحكومة مسؤولة بشكل مباشر، الحكومة السابقة، على هذا القانون، كما مسؤولة الحكومة الحالية في امتداد الحكومة السابقة اللي هي تكاد تكون واحدة المسؤولية السياسية على القانون اللي جاي ديال الحق في الحصول على المعلومة. مشكلة هذا البلد أن لا أحد يتحمل مسؤوليته. مشكلة هذا البلد هو الإرادة السياسية في تحقيق هذه القوانين وتنزيلها، وأننا نزيد القدام النفس عندنا، النفس ديال التحكم في القوانين وليس النفس ديال
تحقيق مكتسبات جديدة وتحقيق مكتسبات اللي غادي تزيد بينا لقدام. أعطي مثال، الأستاذ أعطانا أمثلة ديال قال لنا أن السادة وكلاء الملك والجسم ديال القضاء غير مسؤول البتة على هذا القانون هذا، ف يعني هي بضاعتهم ردت إلينا نحن. الغريب في الأمر هو التعامل الانتقائي والتمييزي داخل المحاكم ديال المملكة. احنا في مملكة واحدة، هل فقيه بن صالح حدانا هنا؟ عندنا تجربة ديال الزملاء اللي توبعوا بالقانون قبل تنزيله. شهر 5 ديال 2017 حركت ضدهم متابعات من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح على جريمة النشر الغير مرخص بها، لأن ما عندكش الملائمة. الأدهى والأمر، داكشي اللي تكلمتي عليه الأستاذ قبيلة ديال الاعتراض وديال وكيل الملك ولا لا يعني إلزاما أن يسلمك يعني الوصل ديال التصريح. السيد وكيل الملك رفض أن يسلم أي وصل، وحتى مرت سنتين عاد دار قرار ديال الحفظ ديال الملف، وأنا غير مسلم لك الوصل. وحتى تتابع الزميل المعني وحددت الجلسة ودازت الجلسة الأولى والثانية والثالثة، عاد دار الوكيل القرار ديال الحفظ. محاكم دوائر قضائية دارت، راسلت الناس اللي تنشروا بمواقع إلكترونية، ودوائر قضائية لحد الساعة باقي ما راسلت حد. كاين الحالة، المشهد موسوم بواحد الحالة ديال التردد، بواحد الحالة ديال الفوضى، بواحد الغياب ديال الإرادة. حتى الوزارة المعنية فبتاريخ 18 وتنبير صدرت واحد البلاغ. هذا البلاغ تتقول فيه يعني بعد شهر تقريبا من انقضاء الآجال القانونية ديال الملائمة اللي منصوص عليها في المادة 125، تتقول أودي بالنسبة للمدراء ديال النشر راه خصهم يدليو للحصول على البطاقة بسميتو بتصريح الملائمة أو بتصريح المسلم لهم سابقا. إيوا أنت دابا عندك قانون وباغي تنزلو وجيت تقول لنا التصريح ديال السابق، عاشت معانا ثبت معانا، واش هكا ولا هكا؟ ها الوزارة اللي حنا تنتكلموا عليها الآن، السي الحراق قال ان كاين واحد ثلاثه نقاط تتعلق بالماده 16 والماده 15 والماده تقريبا 164 ولا 106 اللي متعلقه بالاحاله ديال الجرائم ديال الارهاب والنشر والاشاده وكذا. هذا امتى انتبهوا ليه حتى تحاكموا ديال العداله والتنميه بالاشاده بمقتل السفير ديال روسيا. انا تنقول راه كاين اشياء مخفيه علينا كثيره حنا تنشاهدوا غير من الجنان، اشياء اللي فيها الصدمه اللي توقعت لنا اصحاب القرار عند الاطلاع على شكون اللي داير الملائمه. ونجيو نقلبوا شكون الحزب اللي كان في الحكومه وشحال ديال الناس استافدوا ديالهم من البطاقه واللي كانوا مؤهلين بديك استغلال المعلومه القبليه. انت جبتي الناس ديالك درتي لهم بطائق مهنيه ونهار جيتي للمواقع صدرتيهم المشهد السياسي وجيتي دابا تتنزل على بقية الناس شروط مجحفة. انت لا عندك هيئة سياسية ولا نقابية عندك أموال باش الناس ديولك يديروا مقاولات ولا مؤسسات إعلامية قائمة ذات، شرطي شروط اللي بديك الشروط اللي انت عارفة عندك غير انت. ايوا اشنو هاد التخربيق هذا؟ شروط راه حتى دابا راه الأستاذ الحراق يشرح لينا إخوان اللي على الطلع يشرحوا لنا، راه دابا من الشروط ديال التسليم ديال الرخصه ديال التصوير المركز السينمائي خصو يكون عند ربع الناس. وانت موقع فازيلال ولا بني ملان ولا خريبكا، انت واحد عام على راسك بعدا تخلص عام النون دومان ومول السكريبت ومول كذا ومول كذا، وغادي تمشي تخلص واحد ربع الناس ومفروض عليك سميتو. وراه معنا التجربه ديال الاستاذ الحجه ماشي عاني. إذا هذا المشهد هذا
انا ما بغيتش نتكلم على التجربه خاصه، ولكن بغينا نشاركوا نقاشنا كاملين. هذا المشهد هذا راه مشهد دراماتيكي ما لا يتصور. عندنا دستور متقدم، عندنا قوانين منظمه تراجعات كثير، عندنا قوانين الان لهذا ديال الحق في الحصول على المعلومه راه تقراوه، راه ماشي هادشي اللي جا شرح لنا الاستاذ، راه اخطر بكثير. راه تيشترط عليك لبغا تحصل على المعلومه واحد الاجل ديال 30 يوم، في 30 يوم في الطعن 30 يوم اخرى، وليتي في 90 يوم امتى انت غتحصل على هاد المعلومه. عاد الاستثناءات ولا المجلس الوزاري ولا واحد سبعه الاستثناءات ولا ثمانيه، نزيدكم اكثر من هادشي. شتي حتى المجالس دابا المنتخبه راه القوانين الداخليه ديالها راه فيها واحد شي حاجه، رسلوا ليهم واحد الموديل تيب من وزاره الداخليه، نموذج كامل للمجالس المنتخبه صادقات عليه قانون داخلي راه يمنع التصوير والتسجيل وكذا داخل المجالس المنتخبه. ما بقيناش في المجلس الوزاري، وليتي على البلديه ديالك ما عندكش الحق تنقل المداولات ديالها. علاش؟ لان القانون المنظم ديالها خاص. هاد الفوضى هادي وهاد اللخبطه هادي تتعطينا واحد الصوره ديال حاله ضياع داخل 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 المشهد الصحفي المغربي. ما بغيتش الفرصه تفوتني دون انني واحد التعليق وغادي اعتذر مسبقا من سنيتو، ولكن لا بد من الزميل الحراق. اعتقد اننا بحكم انتمائي للنقب وبحكم متابعتي لهذه المناقشه ديال هذا القانون في الفتره في الولايه السابقه ديال المجلس الوطني الفيدرالي السابق من 2008 ل 2012، ايضا معنا الاستاذ الحجام ربما يدلي بدلو بحكم انه عضو في الفيدراليه ديال الناشرين، اعتقد ان ليس من حقنا الان في هذا اللقاء هذا اننا نقولوا على زملاء ديالنا يعني ان ننال منهم او نبخسهم مجهوداتهم. حنا تابعنا المناقشه ديال القوانين، راه هذا القانون اللي حنا ديال المدونه ديال الصحافه والنشر، راه المقترح الاول اللي تقدمت به الحكومه وتناقش كان متقدم بكثير على هذا القانون، ورجع للحكومه ورجعت دارت فيه تعديلات مجحفه ورفضات النقابه ورجع ومشى ورجع تقريبا واحد سبعه المرات ولا ثمانيه المرات حتى توصل لهذه النسخه اللي كانت ماساويه وكارثيه. ولكن راه ماشي النقابه اللي غتصادق عليها، راه البرلمان اللي تيصادق عليه، راه الحكومه. بالنسبه للنقطه الثانيه، هو بدل ان نسعى في رفع سقف الحريات بمسؤوليه، ينبغي في نظري ان لا نطالب بوضع قيود ديال الرقابه على ما يمارسه الزملاء، مثلا في انتقاد بعض بين قوسين ما يمكن ان يكون فساد ولا كذا في بعض المؤسسات. بعض المؤسسات نختلفوا ولا نتفقوا على التقدير ديالنا لسميتو، ولكن الصحفي بطبعه ذو نفس حقوقي، ذو نفس يسعى الى الحريه. المعيار الاول هو الحريه وليس التقييد، وللاسف هذا ما جاءت به مدونه الصحافه والنشر، وللاسف ان ما سياتي بهذا المشروع اللي هو كما قال الاستاذ الحراق احنا غادي نراجعين لورانيا مارشاريات. بداوا بالقانون 90 13، عاد دوزوا القانون 89 13، عاد القانون 88 13، عاد القانون 31 13 اللي متعلق بالحق في الحصول على المعلومة، راه يلا باقي ما صدرش في الجريده الرسميه. بالنسبه في عجاله، بالنسبه للتجربه ديال المدينه 24، هي واحد التجربه اللي فاتيه. نامل ان الاخوان اللي راهم سنوات هذه انهم يلقاو المخرج، وهو المخرج راه ما عندوش جوج. دابا راه التعديل اللي كاين نقص واحد شوي، هو ان غادي تقلب على صحفي مهني تكون عنده البطاقه ديال 10 سنين الا ما عندوش الاجازه. هي النيت بطاقه مهنيه ديال 10 سنوات الا ما عندوش الاجازه، هذا هو الشرط اللي دابا اللي كاين في التعديل. بالنسبه للمدينه 24، واحد المجموعه ديال الاخوان داروا مؤسسه ديالهم وانطلقوا. دابا باقين في فتره ديال التذبذب، علاش؟ لان مره يطيح لك السيت مره يوقف، راك عرفتوا الانطلاقه تتكون
ماشي هي هذيك، مرة عندك 20,000 زائر، مرة عندك 5,000، مرة هذه، لأن باقي خص كثير وكثير وكثير. ولكن بهذه الشروط اللي كاينة الآن، لا أعتقد أن أي مؤسسة ما وراهاش، وده هو اللي خاطر، ما وراهاش لوبي مالي صحيح ولوبي سياسي صحيح، غادي تستمر في هذه البلاد. وشكرا لكم.